جدد وزير التجهيز والماء نزار بركة أمس الخميس خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الأوروبية 19 للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المنعقدة من 8 إلى 10 من دجنبر بمالطا، جدد التأكيد على أنه بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، فإن المغرب باعتباره رئيسا للشبكة الدولية لمنظمة الأحواض للفترة ما بين 2019 إلى 2022 يعبر عن استعداده بناء على طلب الشركاء لتولي رئاسة هذه الشبكة الدولية حتى عام 2024، وذلك بمجرد عرضه خلال الجمع العام للشبكة المقرر انعقاده شهر مارس المقبل. هذا ويؤكد الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المغرب على مستوى العالم في مجال تدبير الموارد المائية والحفاظ عليها. نتعرف على المزيد رفقة الزميلة نجاة بوتفسوت التي تنضم إلينا في الاستوديو. أهلا بك نجاة. أهلا بك رجاء، وأهلا بكل مشاهدينا الأفاضل. السياسة المائية التي ينهجها المغرب بقيادة الملك محمد السادس جعلت منه مثالا يحتذى به في تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها لضمان تنمية مستدامة تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي. دأب المغرب على جعل هذه المادة الحيوية دعامة أساسية للتنمية ولمواكبة التطورات التي شهدتها وتشهدها البلاد، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين وتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسطية الطبيعية. النهج الذي سلكه المغرب مكن من إرساء سياسة استباقية ودينامية اعتمدت على توفير التجهيزات المائية الضرورية لضمان تلبية الحاجيات من الماء، بينها 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، وتسع محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 147 مليون مكعب في السنة، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية ومنشآت لتحويل المياه. حاليا تعمل وزارة التجهيز والماء المغربية على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد. هذا المخطط سيشكل مرجعا للسياسة المائية الوطنية المستقبلية في أفق سنة 2050. من جهة أخرى تعمل الوزارة على تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، كما تعمل على تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 على مستوى ربوع المملكة. من أهم مشاريعه مشروع محطة تحلية المياه بمدينة الدخلة بواسطة استعمال طاقة الهوائك. وبالموازاة مع ذلك، فإن وكالة الأحواض المائية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية قصد عرضها على أنظار مجالس الأحواض المائية. وعلى ذكر الأحواض المائية، تحظى منطقة نفوذ وكالة الحوض المائية اللوكوس بأهمية خاصة من طرف الوزارة، وتعطى لها أولوية كبيرة في مجال تعبئة الموارد المالية أو المائية والحماية من الفيضانات وإنجاز السدود الصغرى والتلجة. هذه المنطقة استفادت من إنجاز 13 سدا كبيرا يبلغ حجم حقيناتها الإجمالي 1.7 مليار متر مكعب، تساهم في سد الحاجيات المائية المعبر عنها في أحسن الظروف. وإجمالا سجلت الأحواض المائية منذ إحداثها حصيلة إيجابية جدا على مستوى المعرفة والتخطيط وإدارة الموارد المائية من خلال ضمان تزويد المملكة في هذا المجال الحيوي. هذه الهيئات تقوم بإدارة حقينة السدود والابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الحماية من الفيضانات. ومن أبرز هذه الأحواض الحوض المائي اللوكوس بمدينة طنجة والساحل المتوسطي، وحوض ملوية، وحوض سبو، وحوض أبي رقراق، والساحل الأطلسي للدار البيضاء، وحوض أم الربيع.